قم بتحليل 27 إكس للقوة 6 زائد 125. هذه تعتبر مسألة مثيرة للاهتمام، والطريقة الوحيدة للقيام بهذا هي إذا اعتبرتموها حالة خاصة. وما أرغب بفعله هو أن أوضح لكم الحالة الخاصة أولاً، ومن ثم نتمكن من إجراء تماثل نمطي. إذن الحالة الخاصة هي إذا أردت أن أخذ، وفي الحقيقة أن هذا شيء أنتم بحاجة لأن تعرفوه، وسوف أناقش فيما إذا كنتم حقا بحاجة لأن تعرفوا هذا، لكن حتى تقوموا بتحليل هذه المسألة إنه شيء يجب أن تعرفوه، وهذا إذا كان لديكم A تربيع ناقص AB زائد B تربيع، وتضرب ذلك ب A زائد B. دعونا نفكر في على ماذا نحصل. سوف نأخذ حاصل الضرب هنا، نحن نضرب، دعونا نقوم بعملية ضرب جبري. لنضرب إذن ب ضرب ب تربيع تساوي ب تكعيب، ب ضرب ناقص A B تساوي ناقص A B تربيع، ب ضرب A تربيع تساوي A تربيع B. الآن دعونا نضرب هذه العبارة العلوية ب A. A ضرب B تربيع تساوي A B تربيع، A ضرب ناقص A B تساوي ناقص A تربيع B. ثم A ضرب A تربيع تساوي A تكعيب، ومن ثم علينا أن نجمع جميع العبارات التي لدينا. لدينا ناقص A تربيع B، ولدينا موجب A تربيع B فيتم حذفهما. لدينا ناقص A B تربيع وموجب A B تربيع يتم حذفهما. إذن كل ما يتبقى لدينا هو هنا A تكعيب، ومن ثم زائد B تكعيب، أو بطريقة أخرى إذا أعطاك أحدهم A تكعيب زائد B تكعيب فإن هذا يمكن أن يحلل إلى هاتين العبارتين. يمكن أن يحلل إلى A زائد B مضروبة في A تربيع ناقص A B زائد B تربيع. إذن هذا في الحقيقة شكل خاص. إذا كان لديك مجموع مكعبات فيمكن أن تحلل إلى مجموع الجذر التكعيبي الضرب هذه العبارة. وقد وضحنا نجاح ذلك. لذا دعونا نرى إذا كان لدينا شكل خاص هنا. حسنا، 27 بلا شك يعتبر مكعب الثلاثة. ثلاثة للقوة 3 تساوي 27. x للقوة 6 أيضا هو مكعب x للقوة 2. إذا رفعتم x للقوة 6 إلى القوة 1 تقسيم 3 ستحصلون على x للقوة 2. إذن أول عبارة هنا يمكن أن تعاد كتابتها كالتالي: 3x تربيع للقوة 3. والعبارة الثانية هنا إنها 5 مرفوعة للقوة 3، إذن زائد 5 مرفوعة للقوة 3. وربما أن هذا مربك لكم قليلا، لذا دعونا، ليس من السيء أن نقوم بمراجعة. دعونا نضرب 3x تربيع ضرب 3x تربيع ضرب 3x تربيع،
ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب ثلاثة ضرب إكس تربيع ضرب إكس تربيع ضرب إكس تربيع. أي هذا الجزء هنا وهو 27؟ إكس تربيع ضرب إكس تربيع يساوي إكس للقوة 4 ضرب إكس تربيع يساوي إكس للقوة 6. أو يمكنكم أن ترفعوا كل من هذه إلى القوة 3. 3 للقوة 3 تساوي 27، إكس تربيع للقوة 3 نأخذ أس الأس، وبهذه الحالة نأخذ حاصل ضرب الأسس، لذا سيكون إكس للقوة 2 ضرب 3 أو إكس للقوة 6. إذن نحن نعلم الآن أن لدينا هذا النمط فيمكننا أن نستخدمه. لدينا مجموع مكعبات، ومن خلال استخدام هذا النمط فإن هذا يعني أنه يمكننا أن نحلله، وهذا يساوي 3 إكس تربيع، هذا هو، دعوني أوضحه، هذا هو A وهذا B، إذن يساوي A زائد B، سيكون 3 إكس تربيع زائد 5 ضرب، دعوني أكتب هذا بلون جديد، ضرب A تربيع أي 3 إكس تربيع للقوة 2. دعونا نبدأ بالتفكير بذلك بسرعة. 3 إكس تربيع للقوة 2، حسنا هذا يساوي 9 إكس للقوة 4، سيكون ضرب 9 إكس للقوة 4 ناقص حاصل ضرب هذان الشيئان أي حاصل ضرب 5 و3 إكس تربيع، إذن ناقص 15 إكس تربيع. ثم أخيرا لدينا زائد بي تربيع، بي تساوي 5، إذن سيكون 5 للقوة 2، إذن زائد 25. عندما قلت أن b تساوي هذه b وهي ليست 5 للقوة 3 جميعها، وعندما أقول a فهي عبارة عن a، وانتهينا. ويمكننا، لا أريد أن أوضحها بالتفصيل في هذا العرض، لكن هنا إذا كنا نفكر في أعداد حقيقية فلا يمكننا أن نحللها أكثر. إذن لقد أنهينا تحليلها، وتذكروا أن هذه حالة خاصة جدا حتى يكون بإمكانكم أن تدركوا مجموع المكعبات. أراكم قريباً.